رحتين في مطار الرياض، بلد الكويت ان شاء الله. استانست مره 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 في السعوديه، يعني السعوديه هي مسقط راس المكان اللي ولدت فيه، وما صارت لي فرصه ان زرتها من انا وكنت ياهل. يعني مره مستانسه انا شفت هالبلد الفظيع اللي مره احبه. طبعا السعوديه مرت يعني مراحل وايد حلوه، شفت اماكن وايد حلوه، بس احلى شغله صارت لي هي هديه قدمت لي، اعتبرها اغلى هديه في حياتي وعمري ما استانست في هديه كثر ما استانست لما جتني الهديه، وهي هذه. هذه جزء من رداء الكعبه الشريفه اللي كانت حلم بالنسبه لي، وكنت صار لي فتره كتبت على تويتر فيسبوك انه اتمنى احصل عليها، والحمد لله حصلت عليها من انسانه جدا احبها واموت عليها، هي سعوديه العنود. مشكوره حبيبتي، احبك احبك مره مره مره.